Salut les filles et j'espère que vous allez bien. Alors الوصفة تاع اليوم هي شوسون على شكل ضفيرة بالعجينة المورقة. أما بالنسبة للعجينة المورقة راه كنت عملت عليها فيديو من قبل، واللي ما شافش الفيديو نقول له غادي نخلي لكم الرابط في الأسفل في بعض الانفو وتدخلوا وشوفوا الطريقة، بالرغم أني عملت فيديو قصير وباختصار باش ما يجيش طويل. المهم ما نطولش عليكم ونبدأ في الوصفة ديالنا وبالمقادير. عندنا هنا 350 غرام بيون داشي ولا لحم مفروم، وتزيدوا معاه شويه انا عامله انا فلفل احمر عندي جاهز طايب، يعني اي نوع من الفلفل تحبي تستعمليه تستعمليه، ولا ما كاش عندك جاهز عامليه قطع وقليه. المهم ونزيدوا حبه حتى حبتين تاع بصله مقطعه الى قطع صغيره، زوج فصوص ثوم ولا باودر اللي تحبي، ثاني نفس الشيء، قليل من الملح، فلفل اسود، قرفه ولا تقدري تعوضيها بالكمون الا ما تحبيش القرفه، ونزيدوا شويه فلفل احمر وشويه قزبر ولا معدنوس باودر، ولا تقدري تستعملي المعدنوس ويكون حشيش يعني. وفي الاخير اكيد الشيز الفرماج، اي نوع تحبي تستعمليه تستعمليه. ونزيدوا للتزيين حبه بيضه ومعاها شويه جنجلان يعني السمسم، ونزيدوا شويه يعني حبه البركه ولا يعني الحريه تبقى لك، اما الحبه البركه ولا الجرجال، المهم نبدو على بركه الله. اول شيء نقوم به هو نقليو البصله يعني غايه الغايه فوق النار، ومن بعد نزيدو عليها الثوم ونخلطو كلش، ومن حسوهم باللي خلاص راهم قريب يطيبو عاد باش نزيدو عليهم البيون داشي ولا اللحم المفروض، ونوصلو في الخلط حتى يصيروا جاهزين لينا. الو كما راكم تشوفوا الكفته ديالنا راها جاهزه، ما علينا درك غير نمشيو ونكملوا باقي الخطوات. الحين عادة باش نمشي ونزيدو الفلفل ديالنا اللي كان ديجا عندي جاهز ومحضراته من قبل كما راكم تشوفوا، يعني مستعمل الفلفل الاحمر، ولا ما كاش عندك جاهز بهذه الطريقه كما قلت لكم قطعي الفلفل اي كان الى قطع صغيره وتقليه بحده فوق الزيت مع شويه ثوم، ومن بعد تضيفيه بنفس الشيء كما راني نضيف فيه انا الحين. المهم لازم نخلط الفلفل مع الكفته ديالي بهذا الشكل حتى نتحصل على العقدة ولا الفاص اللي راني حابتها انا. والحين نمشي نجبد العجين المورق ديالي اللي كنت حضرته بالليله من قبل، واللي كما قلت لكم غادي نخلي لكم الرابط في الاسفل في بادان فو باش تدخلوا وتشوفوا الوصفه ولا طريقه تحضير العجينه المورقه. المهم بعد ما كنت قسمت العجينه ديالي الى جزئين او قسمين، نحاول نحب العجينه ديالي الى السمك يكون رقيق رقيق، علاش باش من الطيب يعني ما تقعدليش عجينه من الداخل، وباش ثاني تطلع لي يعني تطلع في السمك من الطيب. المهم نحلوا العجينه ديالنا بهذا الشكل ولا الكيفيه كما راكم تشوفوا فيها الحين. بما ان العجينه ديالنا فيها نسبه كبيره من الزبده، الوغ انا نفضل نستعملوا الواكس واكس بيبر كما راكم تشوفوا الخاص بالحلويات، هذا علاش باش يسهل علينا الامور، وانا الصراحه نشوفها احسن طريقه كما راكم تشوفوا، وتجينا في نفس الوقت تجينا سهله من نرفدوها ونحطوها في البلاط الخاص بالفرن. ومن بعد ما نتحصلوا على هذا الشكل نجيبوا اللي تكون سكين ولا اللي تكون خاصه بالعجين كما راكم تشوفوا فيها، ونحاول نحدد هذه الخطوط باش نخلي في الوسط فارق وفي الجنب هي اللي نعمل لها خطوط، ومن الاحسن تكون يعني متساويه على هذا الشكل. نبداو بالجنب الاول ومن بعد نمشي ونعملو الجنب الثاني نفس الشيء الى ان نكملو كامل الخطوط ديالنا.
والحين نمشي ونجيبوا لافارس ديانا اللي كنا ديجا حضرناها من قبل، ومن الاحسن يعني ماشي من الاحسن، لازم تكون بارده بارده، على خاطر لو كانت تستعملوها وهي سخونه يعني ما غاديش تعطيكم نتيجه جيده. يعني العجينه اصلا لازم تكون بارده، ولافارس نفس الشيء لازم تكون بارده. المهم نعملوا لافارس ديانا في الوسط بهذا الشكل، ومن فوق نقدروا نضيفوا هكذا شرائح من الشيز، يعني الجبن ولا اي جبن تحبيه، الاختيار يبقى عليك. ولو كان يكون عندك حتى الزيتون تجي اروع اروع ثانيك بالزيتون. المهم نحطوا كامل الشيز ديالنا بهذا الشكل، والحين نوليو نحاولوا نغلقوا العجينه ديالنا. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه نبلعوا الجنب هو الاول، ومن بعد نبداو نعبيو في العجين بهذه الطريقه، يعني يمين شمال شمال يمين، يعني حتى نكملوا كامل العجينه ديالنا بنفس الطريقه. وفي الاخير اكيد نطلعها من الفوق بقليل من البيض، ومن بعد اكيد من نكملوا نزيدوا لها من فوق قليل من السمسم ولا حبه البركه، يعني الاختيار يبقى لك. ومن بعد ما نكمل ندخلهم للثلاجه ونخليهم يرتاحوا ولا يبردوا في الثلاجه على الاقل نصف ساعه عادة، باش نمشي ندخلهم للفرن على درجة 350، وهي الدرجة المناسبة اللي نشوفها للفرن ديالي. وراكم عارفين كل فرن وكيفاش، يعني المهم انا الفرن ديالي نطيبها فيه على درجة 350. والحين كما راكم تشوفوا بعد ما طابوا يعني وخدوا لي وقت واحد 40 دقيقة هكذا، الو راهم جاهزين. والحين ما عليا غير نمشي نقطعها الى قطع صغيره ونحطها في صحن التقديم كما راكم تشوفوا فيها، راها جاهزه ولا باتفيتي الى راكم تلاحظوا، يعني جات روعه، يعني طبقات متفارقه، يعني نتيجه لا باس بها والمذاق اروع. المهم البنات هذه هي الوصفه اللي كانت عندي اليوم واللي حبيت نبارطاجيها معكم كالعاده. الوغ معليا غير نقول لكم تبقاو على خير وتهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.